لي أخت عمرها الآن 11 سنة، ولدتها أمي في أحد المستشفيات وهي في حالة خطرة، والبنت أيضا كنا غير مطمئنين بأنها ستعيش، وكان أبي جالسا معهم في المستشفى، فقال له أحد الرجال الموجودين معه: الفاتحة لو عاشت هذه البنية أنها لابن فلان. فوافق والدي وقرأ الفاتحة آنذاك. فهل هذه الخطبة ملزمة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. قراءة الفاتحة عند العقد وعند خطبة النكاح ليست مشروعة، وهذه من البدع التي مشى عليها بعض الجهال، وهي ليست مشروعة. الفاتحة لا تقرأ في هذه المواضع. وأما ما ذكرته من طلب الرجل من أبيك أن يزوجه ابنته فوافق على ذلك، فهذا فيه تفصيل. إن كان القصد أنه خطبها وأن أباك استجاب له فهذا وعد، وعد غير ملزم. أما إن كان يعتقدان أن هذا عقد ومكون من الإيجاب والقبول فإنه قد انعقد وصارت زوجة له. وعلى كل حال كلامي هذا لا يحل المشكلة، لا بد من الرجوع إلى أحد العلماء أو القضاة المحاكم من أجل النظر في هذه القضية والتحقيق فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.